رش المياه في الشوارع وعلى المواطنين طريقة حاولت أمانة العاصمة الأردنية من خلالها تخفيف تأثير الحرارة المرتفعة، فدرجات الحرارة تخطت حاجز 40 في عمان، وكبقية الدول المجاورة يشهد الأردن ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة. أما استدينا شو ما في حدا بينزل على البلد من مرة، ما في حدا بيطلع من بيته يعني. يعني احنا لو ما عندنا محلات ولا ما بننزلش من نطاش من البيت من مره بالجو زي هيك. قد ما اجانا برد وشتاء واجانا حر طبعا، والحمد لله رب العالمين، ونضل افضل من غيرنا واحسن من غيرنا. خبراء الارصاد الجويه يتوقعون استمرار موجه الحر عده ايام، وينتظرون سقوط الامطار وهبوب عواصف رمليه. اما الدفاع المدني فارسل تحذيراته الوقائيه والعلاجيه لتجنب ضربات الشمس. التعامل مع ضربة الشمس أو الإجهاد الحراري، وذلك من خلال إيجاد تيار هوائي مصطنع أو فتح بعض الشبابيك أو استخدام المروحة والمكيف للشخص المصاب، إزالة الملابس الضاغطة عليه، تبليل الوجه والجسم بالماء البارد. تبلغ الحارة العظمى في العاصمة عمان بحدود 41 درجة مئوية، ودرجة الحرارة العظمى لم تسجل في العاصمة الأردنية عمان 40 مئوية منذ العام 2010، حيث سجلت في ذلك العام قرابة 43 درجة مئوية ونصف. متوقع أن تستمر هذه الموجة الحارة بالتأثير معظم أيام الأسبوع الحالي. ارتفاع الحرارة أدى لتقليل حركة الناس في الشوارع التي لم تعد مزدحمة كباقي الأيام بالمرة والسيارات، كما أوقفت بعض المؤسسات دوام موظفيها الميدانيين ساعات عدة لتجنيبهم مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس. هي من المرات القليلة التي تضرب الأردن موجة حر بهذه الشدة، فارتفاع درجات الحرارة خلق حالة حذر وترقب وارتباك بين المواطنين، على الرغم من محاولة الأجهزة الحكومية توجيه النصح والإرشاد. نايف مشاقبة، سكاي نيوز عربية، عمان.